ترزخ مدينة تعز جنوبي اليمن منذ أكثر من 8 شهور تحت وطأة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، فإضافة إلى فرضها حصارا خانقا على سكان المدينة، تمنع هذه الميليشيات إدخال الماء والدواء والمساعدات الإغاثية. معاناة أهالي تعز يرصدها لنا من هناك تقرير مراسلنا أحمد البكاري. لم يتبقى هنا في مدينة تتعرض للحرب والقصف العشوائي والحصار المطبق سوى شبه حياة، حياة أبت الخضوع لحكم الجماعات. سنصمد حتى آخر قطرة من دمائنا. فكبرياء أبناء هذه المدينة ورفضهم الاستسلام جعلت الميليشيات تزيد من عدوانها عليها. يبحث هؤلاء عن ما منذ أيام دون فائدة، فميليشيات الحوثي والمخلوع منعت دخول أي شيء إلى المدينة. محاصر من القبل حقا. الحبل محاصر من عند المصنع. أي سيارة أي إنسان يخرج القنصي. أمس قنصوا على 4 سيارات داخل هنا فالق وعلقوا هذا. ليس هناك ألم أكبر من ألم الجوع والعطش في زمن الحرب، فالمدينة التي ترزح تحت نيران الميليشيات منذ 8 شهور محرومة من أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء ومشتقات نفطية وكهرباء. حتى المواد الغذائية بفعل الحصار منعدمة، وإن وجدت فهي مرتفعة الثمن بالنسبة للمواطن الذي أصبح تحت خط الفقر. أسعار غالية والسبب الحصار على مدينة تعز. كل حاجة ما يدخل إلا نادرا. المخضرات هذه الكيلو ارتفع إلى 500 ريال، البطاط الطماطم 400 ريال، الدجاج الحبة طلع إلى 1200 ريال. وبسبب الحصار المستمر على المدينة وانعدام الخدمات فقد تكدست القمامة وانتشرت المستنقعات، ما أسفر عن انتشار الأمراض والأوبئة كحمى الضنك وغيرها. تتفاقم معاناة أبناء تعز مع استمرار القصف العشوائي والحصار المطبق اللذان تفرضهما ميليشيا صالح والحوثي في ظل صمت المنظمات والمجتمع الدولي. أحمد البكاري لأخبار الدار تعز.